يقول دخلت إماما في إحدى الصلوات السرية، وبعد أن نويت لتكبيرة الإحرام تذكرت أنني قد نويت لصلاة أخرى. يعني هو نوى إمام يصلي، الناس خلفه يصلون العشاء، وهو نوى المغرب، هو نوى المغرب، وتذكر بعد أن قطع شوطا من الصلاة. الظاهر والله أعلم أنه يعتذر عن الإمامة، يتعلل بأنه أصابه حدث أو شيء ويقدم غيره إلى أن يتصرف حتى لا تختل صلاة المأمومين، حتى لا تختل صلاة المأمومين.